بالجزء الثاني من مقابلتنا الفنانة وعارضة الأزياء ميريام كلينك دار الحديث حول السياسة بلبنان، فبتفاجئك ميريام باطلاعها الواسع، لكن وبعكس معظم الفنانين المؤيدين للثورة بلبنان انتقدت كيف تغيرت الانتفاضة بعد أيامها الأولى لتصبح مسيسة ضمن خط بعض الجهات السياسية اللبنانية. وأعلنت ميريام عبر الجديد فن أنها رح تترشح بالانتخابات النيابية المقبلة، وأن الشخصية المفضلة يلي بترشحها لمنصب سياسي هي رجل أعمال اللبناني كارلوس غصن، وأنه كل الطبقة السياسية اللبنانية فاسدة من اتفاق الطائف حتى اليوم. هيدا بالسياسة. أما عن بيت الزهري بالغابة فكان إلنا جولة بأرجائه، خبرتنا فيها بتاريخه وكيف اختبأوا فيه أيام الحرب الأهلية اللبنانية، واستضافوا يوما أحد رؤساء الجمهورية السابقين بعد هروبه من منزله واختبائه عن جدة وولده يلي علمها حب الطبيعة والحيوانات. وهيدا هو سبب مثل ما بتقول لاستضافتها 30 قطة وعدد من الكلاب وحمار وغير ذلك من الحيوانات اليتيمة قاوتها عبر السنين وعرفتنا على بعضها. دايما عندك تصاريح سياسية، ما كنت أبدا أنك تخافي أنك تعبري عن رأيك بشكل مباشر، وطبعا كان هيدا شيء مستغرب أنه ميريام كلينك شقلة بالسياسة. ميريام كلينك وفي ناس يمكن لا، ما فيك تقول شقلة بالسياسة، كل إنسان لبناني اليوم له بالسياسة، لأنه السياسة منا وفينا. يعني نحن اليوم بوضع بلبنان كلنا مضطرين لو ما بنفهم سياسة نحكي سياسة، لأنه السياسة بتنفرض علينا، لأنه شفنا لوين وصلتنا. حكيتي انتقدت الطبقة السياسية من قبل، صار في انتفاضة ثورة من 17 تشرين لهلا، تغير المشهد. ما حسيت، ما شفتك بالمشهد مثل ما غير كتير ناس جربوا انه يحطوا حالهم بالمشهد هيدا من 17 تشرين. وين كنتي؟ وينك 17 تشرين؟ هيدا نهار ثورة لبنان، الثورة الحقيقية. هيدا الشيء اللي صار، العالم اللي طلعت اول شيء ما طلعت هيك، طلعت من وراء قرف، من وراء غضب، من صارت الحرايق، كنا نركض على البنوك لنحول مصرياتنا، لانه عارفين انه الوضع البلد كتير سيء. فوصل نهار انه الشعب طفح الكيل وزهق ونزل بغضب وبجنون. اول كم يوم، بس اول كم يوم من الثوره، بعدين صار في شويه بسط ورقص وضحك وبسط، بعدين تحولت الثورة إلى ثورة سياسية أنا بعتبرها. تسيست شوي، فكنت عم براقب، يعني هي في مراحل. بدي لك شغلة، ثورة هي أفالانش مقلوبة. الأفالانش بتبلش في التلج صغيرة، بتصير أفالانش وبتشيل كل شيء حواليها. الثورة فاتت أفالانش بقوة، بلشت تصغر 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 واختفت تقريبا، وما وصلت اللي لازم كانت توصله. يعني نحن اليوم بمحل صار شي بوم وتراجعنا. ليه؟ لأنه فتنا بمرحلة بعتبر أنه الثورة تسيست كتير، وهيدا الشيء غلط شوي. يعني تسيست، يعني بمعنى لوضح، لا جرب يعني هيك حل اللي عم تقولي، يعني راحت من محل بدل ما تكون عم تدافع عن الناس وعن الشعب، صارت هي مش دفاع، هي هي ضد مثلا العهد وضد وبدي اقول لك شغله بلبنان، يعني انا حسيت انه كانه البلد بعده مقسوم، يعني مقسوم مرحلتين، انه عنا 14 اذار وعنا 8 اذار. يعني ما حسيت انه العالم انه اوكي تحمست للقمه عيشه، بس من وراء رقمه العيش في شيء صار تسيس الموضوع. تسيست يعني شو؟ راحت الثوره صوب 14 اذار ولا صوب 8 اذار؟ يعني كلنا بنعرف لوين، يعني عرفت. انا قالوا لي ما كتير احكي، بس واصله بمرحله ما كتير في اقول ارائي مثل ما هي، لانه ما بدي بقى اعمل اعداء او شيء. بس انا بعتبر انه الثوره مسيسه ولبنان مسيس وكل انسان ببيته مسيس. اوعى حدا يقول لي نحن بدنا نكون نحن لحال ما منتابع حدا، وهيدي كذبه كتير كبيره بلبنان، لانه كل حدا بقلب بيته متابع او مسيس وما حدا يقول لي لا. بس ميريام، في كتير ناس ومش بس هيك، الناس اللي عم بثور على الطريق بيقولوا انه نحن كلهم، يعني كلهم ضدهم كلهم، ونحن ضد كل هيدا النظام السياسي. كلنا ضدهم اكيد، بس من اي متى؟ من اليوم؟ نحن منوقف لليوم؟ من بدك تبلش من بعد الطائف، بدك تبلش من 92، تبلش كل واحد اليوم انت تقول له تعال هون، انت عندك نقطة خربت البلد بمحل ما. ليه بدنا نحمل مسؤولية على شخص واحد؟ ما هو شو صار لبنان؟ لبنان مثل الكاس، تعبى 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 من بعد الطائف من 92، تعبى لو وصلنا لمرحلة
لليوم الموجود الموجودين على الساحة. أوكي غلطوا كتير بس بمحل ما مش بس حق عليهم، لأنه لبنان بلد الترقيع. أنت عم تدافعي هون، أنت عم تيجي تقولي هلأ، أنت هلأ عم تيجي تقولي أنه مش بس هيدا العهد كل من بيتحمل مسؤولية، من بعد الطائف كل واحد بيتحمل المسؤولية، وكلهم كلهم اليوم لازم يكون في حساب ضدهم، ينحين شو بيقولوا يتحاسبوا شخص شخص من بعد الطائف، لأنه هيدا الشيء اليوم ما بيجوز بس إنه نقول إنه بس هو لحق الأشخاص، لأنه اليوم موجودين صحيح اليوم موجودين، بس كمان بدنا نحمل كل مسؤولية، لأنه مش كل واحد يفكر إنه أنا إيدي نضاف بعد بالبيت وبيتمسخر وبيتضحك، لا كلهم لازم يتحاسبوا، ولازم في قانون للمحاسبة، لازم كل شخص يتحاسب. وانت برايك رايحه الامور مش صوب المحاسبه الحقيقيه حسب ما بتجاه ليك رايحه الامور بهالطريقه مش رايحه لمحل. انا بدي اعطي حل، والحل بلبنان يمكن يكون قاسي ويمكن يصدم ويمكن يكون كتير صعب، بس انا حقول اللي انا بشوفه اليوم بدنا نحكي من هاوبر. انا يعني انا كلامه ما بقى فيه اسمع بزرزع بلني، انا تلفزيون شايل كل التيفي من البيت ما بدي اسمع، لانه بلا 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 طعمه، عم بيحكوا بلا طعمه، اكشن ما في، العالم عم بيموتوا عم بيتعذبوا عم بيموتوا اليوم، يعني منا بلد بهدله غابه. بس في مشكله كتير كبيره انه اليوم بدنا نلاقي الحل، ما حدا بده يفكر بالحل، بعدنا هيدا وهيدا وهيدا وما بعرف شو الحل. هو في شغلتين وكتير قاسيين يمكن يكون عندك، يا بتقسم البلد بلد بصير مثل يوغوسلافيا مثل صار بيوغوسلافيا، يا بتجيب وصاية عربية أجنبية ما بفهم، لأنه شفنا أنه كل هالسنين اللبناني ما قدر عمل بلد، فشو منكمل هيك؟ منطقي بس مريم، ما في شيء اسمه منطقي. ليش منطقي اللي عم بيصير؟ عالم عم بتموت خلاص، شو عم بيصير؟ شو عم بيصير هالبهدلة؟ العناوين الرئيسية هلأ اللي مطروحة أكتر شيء مثلاً كلهم، يعني كلهم أنت بتعتبر إنه هيدا النظام السياسي كله هو نظام فاسد تحملك كله المسئولية؟ الأهل هن الفاسدين يلي ربوا كل هالناس على العنطرة وعلى المرجلة على الغير، وما في احترام لحدا. أنا بلوم الأهل بالبيت اللي هن خلوا من السياسة شو ما كمان من الناس، ووقتها بتشوف أكيد بلوم السياسيين لأنه تعودوا. تما أنت مين انتخبون؟ ولك مين جابون هالسياسيين اليوم؟ مش أنتوا انتخبتوا؟ أوكي في ناس ما انتخبوا 50%، طب ليه ما انتخبوا؟ طب ليه ما عم بيعملوا مبادرة؟ ما حين أنت تبكي بيقولوا لك بدي أنا اليوم نرجع ننتخب بأسرع وقت، طب حتنتخبوا بأسرع وقت، ما حترجعوا تجيبون زيتون، ما عم بتصير دوامة مثل عم بتصير عم ترجع تبرم بزيت المحل، لغن عم نرجع نبرم. طب وين الحل؟ ما في حل. شو بدها تعمل لك اليوم انتخابات جديدة؟ حترجع تجيب زيتون؟ وإذا غير كم شخص شو عم بيصير؟ حكي 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 بلا طعمه. صار وقت الحل الجذري، بدي يوجع بس صار وقت الحل، لأن ما فينا نبقى هيك. طيب كنت عم تقولي أنا بدي عم فكر هاجر من البلد وهيك، هل لهون واصلي معك انه ما قلت هجري؟ ليك انا كمان شخصيا كان عندي ثوره قبل الثوره، يعني كان عندي ثورتي الخاصه الانفتاح، مفكره انه لبنان انا عايشه كانه بامريكا او بفرنسا، اوقات بنسى يعني لانه عندك مجتمعين بلبنان، المجتمع المنفتح كتير وعندك المجتمع المنغلق، فبمحل ما حسيت انه في كتير هجوم على شو ما تعمل بلبنان، يعني ما فيك تتطور، ما فيك يمكن تعمل مساري، يعني دائما في مثل ما حدا بيحط لك حسب الدوليب، صح حسب الدوليب لما توصل ما حدا بدجيك مبسوط، يعني بتحس دائما الصحافه بتهاجمك، وبعدين في وضع البلد طب ما بتتحمل بمحل بتتحمل بمحلين بتتحمل بمحلات، بس وقتها بتلاقي بكل هالمحلات طب انت متضايق ومش مبسوط، انه بنجرب نبسط حالنا وهيك بس انه بوضع الاقتصاد وبوضع السياسه طب شو بنعمل؟ شو بتعمل بهيك وضع؟ عم تقدر تسحبي مصاري؟ اكيد لا اكيد لا، مين عم بيقدر يسحب؟ شو عم يصير معك؟ ماشي مثلنا مثلكم مثل كلنا مع بعض، مش يعني اذا واحد مشهور ما كلنا زيت الشيء. شو عم يصير خبريني مثلا وقت بدك تسحبي مصاري بدك ما بقى ما بروح على البنك بقى للصراحه، ما لانه ما عم بطيق روح على البنك، ما اعمل مشكل وما خص، يمكن البنك اللي عملته لانه بتعرف بهيك وضع، هادي راسي عملتها البنك كرمال لانه العالم بالهلع بدها تسحب كل مصرياتها بيخرب البلد اكثر. بس المشكله انه انا عندي يعني كيف بدي اقول لك يأس كثير كبير، واذا ما في حل جذري ما حدا يبقى اللي حيقدر يهاجر، اوعى تفكر حيبقى بلبنان حيفل، لانه ما حدا بده يموت، الناس بدها تعيش، ما حدا خلق ليتعذب
لبنان عم بيعذبنا من وراء هول العالم الموجودين على الكراسي، وحتى أنا بلوم الناس والشعب اللي عم بيرجع ينتخبهم ويرجع يجيبهم ويرجع يوصلهم على الكراسي ويتعذب هو. ميريام، أنت إذا إجت انتخابات عن جد مين بتنتخبي؟ بنزل أنا وبنتخب حالي. تنزل ناوي تترشح على الانتخابات؟ أنا نويت، بس لأن نطخوا لي سجلي ما قدرت أنزل المرة اللي إيه، لأنه ضرب درك وخبز درك وواسعة درك وشو كمان وكمان واس وما بعرف شو. خلصت هلأ بوقت الانتخابات؟ بعد يمكن وقت الانتخابات الجديدة إيه بدها تخلص. وناوي تترشحي؟ ما بعرف إذا بعد عندي أمل، إذا عندي بعد أمل 1% بترشح أكيد، مش كرمالي أنا ما بدي دولار. أنا إذا ترشحت ما بدي أخذ ليرة من اللبناني، بس أنا هدفي البيئة، هدفي حط قوانين كرمال إنسان البيئة والحيوان بلبنان. إذا في حدا هيك بيعبر عن طموحاتك بالسياسة، إذا بتلاقي عنده مشروع سياسي معين بتحس إنه أنا بنتخبه، أنا بعطيه ثقتي بلبنان، مين؟ يلي بيقدر يهرب من اليابان بهالطريقة أكيد بيقدر يستلم لبنان، فبعتبر هذا الشخص هو كارلوس غصن، لأنه في مخ، فبدنا ناس عندهم مخ، مش ناس عندهم حقد، مش ناس عندهم بس نحن موجودين على الكرسي وآخر همنا شيء تاني، بس هو ففي ذكاء، بدنا ناس أذكياء. بس هو ينتقد كمان أنه كان فاسد بشركته، هرب وهيدا. اوعى تفكر في حدا عمل مصاري بطريقة نظيفة، كل حدا معه مصاري بمحل ما بده يكون بندوق او فاسد بمحل ما. ما فيك تعمل مصاري اذا انت ادم، بتضل فقير. طب والعهد؟ في كتير جدل هلا حساب العهد، في ناس مع العهد، في ناس ضد العهد. بتقول مع او ضد؟ بيتحمل مسؤوليه لانه البلد انهار على وقته، بيتحمل مسؤوليه بس مش لحاله اكيد، لانه قلت لك ايام الطائف بنرجع بنحاسب شخص شخص، بس لازم يكون في محاسبه. الوضع كتير سيء على عهده، بفهم الناس اللي كتير طالعة ضده، بس بذات الوقت ما بيتحمل لحاله المسؤولية، كلنا بيتحمل المسؤولية. طيب ميريام، تبعتي الفنانين اللي عطوا رأيهم بالثورة وكان في ناس؟ ما كتير تبعت لأنه قلت لك انت بعيدة، بس سمعت شوي يعني اللي عملوا شوية بوم ما بعرف ايه. في كتير فنانين نزلوا على الثورة وهيك، بتحسي انه جديين يعني؟ لا مش هيك ما نزلت، لأنه بتعرف في وهرة خاصة إذا واحد، لأنه بتحسهم عم بيحكوا ويهوبروا بس مش لأنه لازم يروحوا، لأنه في كاميرا في أخبار، حلو تبين وأنت موجود، بس it's not مش مثل ما لازم، مثل ما بتشوف برا وقتها بيكون في أزمة، وقتها بيكون في انهيار، بتحسهم بيروحوا عن جد ثورة. أكتر حسيت أنه عم نحكي عم نعطي رأينا بس بعدها مسيسة، مثل ما شفنا كم شخص. ليك انا حبيت وسام حنا عنده شغف، عنده هالباسيون، هيدا الجنون، بس يمكن ما بوافقوا بمحلات بقصة سياسية، بس حبيت الشغف اللي عنده يعني، عرفت في كذا حدا، بس اكتريتهم بيجوا لهيك انه ثبت وجود، مش انه عن جد، مش اكتر. انا كبرت بالطبيعة يعني، مثل ما شفت انا محوطة شجر وطبيعة، فبحب كتير، وكنت دايما احكي عن هيدا الشيء وناس تنتقد تقولك ها شو بالها. لا اجا نهار شفنا زبلتنا قدام البواب، وعرف اللبناني قدي البيئة مهمة، قدي البيئة بتتربى بالبيت. وكمان بدي ارجع اقولك انه الاهل بيربوا ولادهم بطريقة كتير غلط وكتير شاذة، بينظفوا بيوتهم بس بيوسخوا برات بيوتهم، ما في احترام للحياة. وانا دايما بحب احكي هالشيء انه منأذب هالحيوان ومنأذب هالشجر ومنأذب هالطبيعة، وما في احترام. فأنا بحس البيئة هي like شغف لإلي، بحب هيك يعني كنت عم فكر وقت احترق لبنان اجي ازرع، اعمل جمعية نجي نزرع عن جديد، نرجع نشجر لبنان، لأنه قدام هم البيئة أهم من السياسة اليوم، وشفنا وزارة البيئة قدام هم شيء، ولازم وزارة البيئة تكون هي التوب، يعني هي أهم وزارة، لأنه البيئة هي كيان الإنسان، هي وجود الإنسان. شفت هلأ لفتني، هلأ بدنا نصور نعمل جولة أنا وياك،
لفتنا انه عندك جنينه كبيره حرج. ايه هلا بدي بلش هيدا السؤال، نرجع نحكي شوي عن البيت وعن لون البينك. انا دائما عن جد عندي هيدا التساؤل، هيدا مش البيت، هيدا بنقعد فيه هيك بيكنيك وهيك قصص وحاطين الحيوانات. فورست هاوس هيدي المنطقه تبعي. ايه حاطين الحيوانات فيها وهيك. هيدا البيت قصته كثير طويله وكثير فيها شيء، يعني اذا بخبرك راح تنصدم. بس بفضل مخبر. اوكي ما حخبر. خلص بلا ما نخبر. فانا بجي لهون، لهيك ابعد عن الناس، نبعد عن العالم. هو داد عمره عايده لانه كان حرش كتير كبير، وكنا نجي نلتجئ لهون تنغير، نبعد عن الناس ونبعد عن العالم. فتوفى داد بالخمسة خمسة خمسة. فجيت انا طرشت روز، ووقت عبالي ابعد وقعد لحالي هيك او مع اصحابي. ليه الروز دايما هيدا اللون؟ اول شيء لانه اللون الزهر بيعطي طاقه، بيعطي جود انرجي وبيعطي تفاؤل، وانا كتير بحب هاللون لانه يمكن بمحل عندي غموض، عندي بمحل بحب هيك شوف كل شيء حلو. لون الزهر بيعطي طاقه حلوه. اوكي هيدا انقذته من الموت، كان عم بيموت نهار الثوره، فرحنا عصابه بالموبيلات وجبناه وانقذناه، فهلا كثير بحبه، هو المفضل عندي هو وكم بسينه ثانيه كمان. هو دائما معك وين ما تكوني؟ ايوه في وحده ثانيه كمان. اوكي بس عندي 30 بسينه وكلاب زعيم وكثير كذا كلب وحماره كمان انقذناها، بنت انقذتها من بيروت، كانوا عم بيأذوها وعم بتموت وماما كثير ضعيفه وما عم تاكل ولا شيء، فحطيتها صار لي 11 سنه. طيب هلا رح اروح اعمل جوله انا وياكي بجنينه. انا أوكي. تقريبا اسئلتي خلصوا. اوكي ما اعمل جوله بس بجنينه قبل ما تعبتي من الدنيا. يلا عتمد اصلا معي لبنت. بدك خبرك شو الذكريات؟ عم تسمع؟ مره كنا هون موجودين فيك تركض؟ اوكي كنا موجودين ايام الحرب الاهليه، كنا قاعدين بهيدا البيت ومن جوني كان عنا كلاب بيعووا قبل ما تبلش الأزايف تطلع، كان ينبه الكلب، فسمعنا رجمة با با سبع طلقات. هلا حفرجيك. أول أزيفة نزلت هون، كنا عم نعمل باربيكيو قاعدين هونيك. فجأة نحنا كان عنا محل وقت الحرب، وقتها كنا موجودين بهالبيت نهرب. بس يا ريت فيه فرجيك هي قد ايه صعب، قد ايه انت قلت لي كنت يأسانة بمحل انه انا كتير نيجاتيف وما عندي تفاؤل، وقتها انت عشت كل هالأمور في بلد اخذ منك كل شيء وما عطيك شيء، مينيموم تكون متشائم. فكنا قاعدين هون والرجمة اجت هون، ماتوا ثلاث شغيلة عنا وكل الكلاب تشقفوا. كنا قاعدين هون في محل نتخبى فيه، بس ما بعرف اذا في، بس بالحرش فوق يعني شيء كثير، يعني ممكن مش بعيد بس طلعنا فوق، بس مثل سكنه يعني بتكلها اتس لايك. كنا قاعدين هون عم نعمل باربيكيو، فجأة بتقشط القذيفة هونيك، فمنطلع لهون ومنتخبى فيه مثل تحت الجبل. مثل التانل. عاملين ملجأ فوق. ايه رح فرجيك شوي، مثله على صغير هون تحت، بس مش مثل ملجأ بس بقلب الحرش كرمال ما تجي القذيفة علينا. فهول عملتلي شوي بمحل ما عقدة بالسياسة وبقصص هيك، مش هيك بمحل بتحس كل لبنان عنده مش كره بس انأذى من ميلة سياسية. كنت انت وصغيره تهتمي للسياسه ولا ما تعني لك؟ يعني لا كنت تسمعي طلقتي هيك مثلا فلان ضد فلان؟ بيتنا كان بيت سياسي، يعني امين جمال الشيخ امين جمال كان يضل مع داد عنا. قلتني ما احكي، بس يا ريت في يقول كان في حدا رئيس جمهوريه تخبى عنا 40 يوم. بهيدا البيت هون كان رئيس جمهوريه من زمان كثير صاحبه لجده وخبيه. وقتها كان صار مجزرة بالشمال واجا هرب عن جدة، وجدة هربوا بعد 40 يوم على سوريا، فقعد بهيدا البيت. فنحن والسياسيين عنا ماضي كتير. طيب قريب بيت الرئيس جميل وشيخ سامي جميل قريب، كيف علاقتك فيهم؟ انا ما كتير بس اهلي كتير، يعني كان يضل ما بتعملوا زيارات؟ انا ليك انا بعدت عن كل شيء، يعني انا شخص لحالي قاعدة بمملكتي بعيدة، بعدت عن كل الناس. بس اهلي كتير، يعني بي كتير، يعني بيعرفوا بي كتير وبيعرفوني كتير وكل شيء، بس انا بعيده عن من كثير قريبه. والصور تبع الثلج بتاخذيهم هون ولا بتروحوا محل؟ عندي بيت ثاني وهون اوقات حسب. الحماره وين؟ تعا جلده تعا. شو عم بيبان؟
قلت لك شو قلت لك انا يا عمر شو قلت لك بسالك شو لانه ليه اي تولد يو قميص وهيدي هيدي لا قلت لك البوس كثير منيح لانه حاجيبك بالفورست بيرا كم هير كم كم يو جود جيرل كم بيرا كم فامبيرا يا كم يو جود جيرل جود بيرا كم هير كم هير فما بعرف اذا بيبين ما حيبين هلا عليكم بس موجودين الحيوانات هون زعيم بوبو كم بويز ياي طبسوا والاحمر هلا نايمه فاجيته بتهمك الزراعه هلا في كثير ناس عم يحكوا عن الزراعه إيه هلا كثير مهمه هلا لازم نزرع خلص ايه بتفكري تزرع عندك ارض كبيره وهيك كان ليك نحن وقت توفى داد هون كان مشتل مشتل لسنين بس من 2005 كان كله دراء وكل انواع الفواكه كنا كثير نزرع بس بعد ما توفى داد عرفت انه قد الارض صعبه تتقن الارض وتشتغل الارض كثير صعبه فقد ما شفته لداد انه 70 شغيل ومشاكل مع الشغيل ومشاكل اللي له اخبار وبينطروا الطقس اذا شتت اذا ما شتت اذا ثلجت فكثير كان في صعوبات فانا تركتهم يموتوا كلهم عفويتك مريم انت حدا عفوي انت حدا عن جد بعبر عن حاله بتحسيها شغله منيحه فيكي ولا شغله لا لانه العالم بتحب الكذب والهيبوكريزي في مثل بيقول الناس ما بتحب الناس الصريحه بتحب الناس الكذابه بتحب الناس اللي هيك تكذب عليك عرفت بحب الكذب بتعرفي تكذبي؟ لا ابدا ابدا انا شخص كثير عفوي واذا بكذب دغري بيبين علي ما بحب الكذب وبكره الكذب وقلت لك شغله ما بحب فوت بعلاقات انا بكره الكذب كذبه وحده وباي باي بس انا معقول كل هيدي الفتره يعني انا عم بستغرب كل هيدي الفتره ولا مره حدا كان الا كذاب يعني انت عندك مشكله مع الكذابين عندك مشكله مع العلاقات لا انا الكذبه بتبلش من جسد اذا قال لي ما بديش بدي اقول لك يعني انا ببيروت هو بيكون بيجوني هيك كذبه خلص باي يعني تخيل لوين هلا حساسه انت حدا مش حساسه انت هيدا منبه يعني بكذب كذبه كثيره بكذب كذبه كثيره طيب في شي مره وصلتي بعلاقه لمحل انه كانت على ثانيه زبطت كل شيء وعملت فرق تقريبا شكرا اه تتلوش لا ما مش هيك انا بفل يعني انا بحب اكون مثل دون خوان بحب علق وفل دائما يكون هيدا في الحب بفك ما ينسان بحياته مش هيك كلهم اللي تعرفت عليهم بعدهم لهلا تجوزوا بيحكونا وبيجربوا بس نو واي بفالنتاين هلا ما بتعمل نهار عادي بلا عندي حفله ايه اوكي بس بالنسبه لك انا عم بحكي لك بينك وبين حالك هو نهار عادي مثله ما بيعني لك الموضوع ما بيعني لك لا هدايا لا بتهدي ولا لا كثير بيهدونا الفانز واصحابي بس مش انه هيدا لا الفانز دخلك كيفهم ما هن عشاقي الفانز بعدهم موجودين يعني هلا مثلا انت وقت تغيبي فتره عن الاعلام وعن طليت وعن هيك تعملي خبريه او لا بدي اقول لك شغله سكروا لي انستغرام لشي 24 ساعه جنوا فكتير لا كثير بيتاثروا طيب ثانك يو كثير مريم ثانك يو سوري سقعت ما قلت لك البوز انا شو قلت جوا لانه كنا ثلجنا اكيد اوكي ثانك يو كثير لك ونتمنى لك توفيق ميرسي بوكو واكيد رح نكون معك وتوفيق لنيو تي في ولك كمان عمر وبتعقد وام ويتنج فور يو على اكيد فيديو كليب يلا عم تتفرجوا باي يا